دائما في المطبخ نبحث عن الأشياء اللي تريحنا وتنجز لنا العمل بسرعة. اليوم راح نشوف شواية جوهرة تجي بوجهين، مصنوعة من الجرانيت باللون البيج، وشوفوا لونها شلون مميز، منقطة باللون الأبيض والأسود، ومسكها مميزة باللون الأسود عازلة للحرارة. وهذه شكلها من الداخل، الوجه الأول اللي بالأسفل يجي بهذا الشكل، والوجه الثاني يجي بهذا الشكل. شايفين هذه الغطعة الدائرية باللون الفضي؟ تجي مغناطيس، بمجرد ما أقرب الجزء الآخر من الشواية راح تقفل على طول. مصنوعة بسطح من الجرانيت مانع للالتصاق، سهلة في التنظيف، تعمل على توزيع الحرارة بالتساوي، وتتميز بطريقة تنظيف جدا سهلة. تجي بمقاس جدا كبير، بمقاس 40 سنتي، يعني في وقت واحد تقدرون تشوون دجاجتين مع بعض، وتقدرون تستخدمونها لشوي الدجاج أو اللحم أو البرجر، استخدامات كثيرة على حسب احتياجكم.